بسم الله. خلونا دلوقتي نعمل كذا ليه في الجداد في نفس الوقت بطريقة سهلة جدا. هاجي دلوقتي من الريفت هقول له انا عايز element level. الليفل بيتعمل باكتر من طريقة، ممكن اديله elevation، ممكن اديله elevation name الاسم، ممكن اديله level and offset elevation name. فانا اقول له by elevation. طيب انا كده اول ما هديله الرقم هيبدأ يعمل لي الاليفيشن. طيب انا عايز اديله كذا رقم في نفس الوقت، فهقول له list كرييت عشان اعمل كرييت لمجموعه من الليفلات مره واحده. تمام. طيب هدخل بقى كذا قيمه، ولكم مثلا خمس قيم، هو بيبدا العد من الصفر. هقول له انا عايز نمبر، انا عندي هنا 4000، فهخلي ده مثلا 8000 النمبر، اكرره بقى. ده 8000، ده 12، ده 16، ده 20، ده 24. هقول له كرييت، هلاقي كلهم اتكونوا في لحظة واحدة بالشكل دوت.